زار وفد من قيادة مقاومة صنعاء برئاسة الشيخ منصور الحنق ونائبه الشيخ ربيش العلي جرح المقاومة الشعبية والجيش الوطني في هيئة مستشفى مارب العام، مشيدا بالتضحيات الجسيمة التي قدمها الجرحى إلى جانب إخوانهم الشهداء وبقية أفراد المقاومة في الدفاع عن الوطن ومكتسباته ضد ميليشيا الانقلاب المتمردة. اسألوا الجريح قبل ما تسلم. شفاك الله وعافاك. الله عليك تبجرك. عند الله. الله وأن يكتبها لك عندك إن شاء الله من فضله سبحانه إن شاء الله أنها مفخر لك عند الله إن شاء الله السلام عليكم. كيف حالكم؟ حياك الله وعافاك. يا مرحبا. فإن كانت الإصابة في أي مكان هذا فيه؟ الله ان شاء الله انها قدمت تجاهك. ما تلقاها ما عليك. الله تلقاها عند ربي. الله في ذات السياق زار وفد مقاومة صنعاء السكن التابع لجرح المقاومة في مأرب، وأشاد رئيس مجلس مقاومة صنعاء الشيخ منصور الحنق في كلمة أمام الجرحى بمعنوياتهم العالية وتضحياتهم العظيمة بدمائهم، وهي أغلى ما يملكون في سبيل هذا الوطن وحفاظا على الدين الإسلامي المليء بالقيم. وأكد الحنق إن الحوثي يعتبر أتباعه من القبائل الزنابيل أعداء، كما يعتبر كل من يعارضه عدوا، ولهذا لا يأبهون لعدد القتلى في صفوفهم ولا يولونهم أي اهتمام. على ما يقاتلون، على قتل الناس وعلى ذبح الناس وعلى أخذ أموال الناس وعلى حقوق الناس. الطرف الآخر بيضحي مثلنا مضاعف، المئة الأول والمئة الثانية والمئة الرابعة ما بيدورهم من رجع من زلزال مكان أردتم. خصها اللي قال القبائل الزلازل أين مالك عقبة؟ أدري الحاجة من الجهة سهل. اللي في ذا الجهة هو عدو، واللي في ذا الجهة هو عدو. ولذلك كان الأئمة بعضهم يكتب هكذا النواري حكه: صدر إليك 200 من أعداء الله لقتال أعداء الله.
هل هم عقلوا مع اعداء الله ولا اللي ساروا؟ الجاهل مع اعداء الله ممكن نظرهم هذا لان هنا عالم ثاني. فاقول يا اخواني تهون المصائب علينا لما نرى من مؤامرة على وطننا وعلى بلدنا واهمها ديننا وشريعتنا. الا اقول لكم ان لم ندفع الثمن اليوم سيدفعه ابناؤنا ويدفعه اخواننا ويقتل الناس يعني بدونه.